في كل مكان نجدد التحية بكم والترحيب دائما مع هذه الانطلاقات وهذه التحديات بهذا الصباح الجميل. ومن هذه الانطلاقات مع مهرجان سيدي صاحب السمو الأمير الوالد حفظه الله ورعاه، ومع انطلاقة سن الكبر شوطنا الثالث عشر الذي أعلنت انطلاقته قبل لحظات قليلة، والمخصص الأبكار لسن الثنايا لمسافة الستة كيلومترات، هي الرحلة الحاضرة مع هذه الأسماء وهذه الشعارات. جائزة المركز الأول تويوتا ستيشن جي اكس تنتظر الفائز في نهاية هذا التحدي، ومع هذه السيارة الفاخرة مادة الزعفران المادة الترفية، طموح كل مشارك بهذا التحدي وهذا المسار الجميل. فأتمنى التوفيق والناموس دائما لجميع المشاركين. نبحر مع المركز الأول ونبحر مع ركب المقدمة ومع سفن الصحراء التي تتواجد على أرضية وقاع ميدان التحدي، ميدان الشحانية، بهذا التحدي الجميل والمثير. المركز الأول من تسيطر على مقدمة هذا المسار، بشارة مع المركز الأول عوض بن أحمد بن محمد بالكيلة العامري، من يقدم بشارة، من تبشر بتواجد هذا الشعار مع المركز الأول، أحد الأسماء التي تتألق دائما، عاني من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للمشاركة بهذا المحفل التراثي. المركز الأول لا زال بالكيلة، أما المركز الثاني جميلة قادمة مع شعار الخيارين غانم بن منصور بن غانم بن سيف الخيارين مع المركز الثاني. أما المركز الثالث من الجانب الآخر تتسلل في هذه اللحظات بن صوغان والمملوكة لأحمد بن خزع بالعفة العامري مع المركز الثالث. أما المركز الرابع يتدخل شعار جديد في هذه اللحظات، متواجدة البحيرية والمملوكة لعمير بن سهير بن قنزول بن غانم الشامسي مع المركز الرابع. أما المركز الخامس قدوم في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الأعزاء، مزنة قادمة والمملوكة لمحمد محمد بن شافي بن سالم بن شافي مع المركز الخامس. هذه هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء عبر عدسات قناة الريان والقنوات الأخرى الناقلة لهذا المهرجان الكبير والحدث المثير بهذا العالم الساحر، عالم الأصالة والتراث. توجد أسماء خلف المراكز الخمس التي ذعناها عليكم وعلى مسامعكم، لها ثقلها ولها إنجاز الكبيرة بهذا العالم الساحر. ترقبوا التغييرات وترقبوا الانتقالات بين المراكز بين الحين والآخر. نعود مع المقدمة، نعود مع المركز الأول. لا زالت بشارة مع المركز الأول مع شعار العامري الذي يسيطر حتى هذه اللحظات، عوض بن أحمد بن محمد بالكيلة العامري الذي يقود هذه الأسماء حتى هذه اللحظات. تكتيك أجمل، انطلاق أروع مع المركز الأول. أما المركز الثاني شعار الخيارين قادم، أحد أبناء الشحانية يتواجد مع جميلة بجمال هذا الشعار، غانم بن منصور بن غانم بن سيف الخيارين مع المركز الثاني. أهالي العوينة يطالبونك بالسلامات يا الخيارين، وأنت مع المركز الثاني مع دائرة الحوار ودائرة الصراع. أما المركز الثالث من الجانب الآخر، المركز الثالث من الجانب الاخر بن صوغان والمملوكه لاحمد الخزع بالعفه العامري مع المركز الثالث. اما المركز الرابع البحيريه قادمه والمملوكه لعمير بن سهيل بن قنزول بن غانم الشامسي مع المركز الرابع. اما المركز الخامس يتدخل شعار جديد في هذه اللحظات، وصل شعار العويسي ليقدم منحاف سليم بن علي العويسي مع المركز الخامس.
قادم من السلطنة للمشاركة بهذا المحفل التراثي وينضم إلى ركب المقدمة. وأول نداء لهذا الشعار مع المركز الخامس. بدت الأسماء بالزحف، بدت الشعارات بالاقتراب بين الحين والآخر مع المراكز الأولى، ولكن العامري لا زال هو المسيطر، لا زال هو المتسيد مع بشارة هذا الشعار. عوض بن أحمد بن محمد بالكيلة العامري لا زال متسيد لهذا الموقف ومسيطر مبكرا مع المركز الأول حتى هذه اللحظات. الأمور مع العامري، الأمور مع بالكيلة. 4 كيلومترات انقضت ونبدأ بالأربعة الأخرى. السيناريو الثاني بين الحوار بين هذه الأسماء وهذه الشعارات. المركز الثاني الخيالي لا زال متواجد على ظهر جميلة، غانم بن منصور بن غانم بن سيف الخيارين مع المركز الثاني. أما المركز الثالث من الجانب الآخر، وصل العويسي على ظهر منحاف سليم بن علي العويسي مع المركز الثاني. أما المركز الثالث يتدخل رابع عفوا يتدخل في هذه اللحظات البحيرية والمملوكة العمير بن سهيل بن جنزول بن غانم الشامسي مع المركز الرابع. أما المركز الخامس الشايبة قادمة والمملوكة لحمد بن غريب بن راشد بن مصبح الاكتبي. أول ندى لهذا الشعار وينضم إلى دائرة الحوار ودائرة الصراع بين هذه الأسماء وهذه الشعارات. الله الله يا هذا التحدي. بدت الأسماء بالوصول، بدت الشعارات بالزحف نحو المراكز الأولى، ولكن بالكيلة لا زال هو المسيطر، لا زال مع المركز الأول، لا زال مع القيادة. عوض بن أحمد بن محمد الكيلة العامري يقدم بشارة مع المركز الأول. أما المركز الثاني أول الواصلات الشايبة ولكنها ما هي بشايبة، هي في ريعان الصبا مع المركز الثاني. حمد بن غريب بن راد بن مصبح الاكتبي مع المركز الثاني. بدأ ينتقل من مركز إلى مركز، عينه على الناموس، عينه على الانتصار. أما المركز الثالث الخيارين يتراجع على ظهر جميلة، غانم بن منصور بن غانم بن سيف الخيارين مع المركز الثالث. أما المركز الرابع أوصلت مزنة في هذه اللحظات محمد شافي بن سالم بن شافي مع المركز الرابع. أما المركز الخامس البحيرية قادمة والمملوكة العمير بن سهيل بن قنزول بن غانم الشامسي مع المركز الخامس. هذه هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء، حضورنا الجميل لمجريات هذا التحدي وهذا المسار الخطير بين هذه الأسماء وهذه الشعارات. ولكن بالكيلة لا زال هو المسيطر، لا زال هو القائد لهذه الرحلة الجميلة، لهذه الرحلة المثيرة مع بشارة. يا بشارة عوض بن أحمد بن محمد الكيلة العامري لا زال مسيطر حتى هذه اللحظات على المركز الأول، على القيادة، على الريادة. حتى هذه اللحظات يقدم هذا الاسم الجميل مع هذا الشعار الكبير بهذا العالم الساحر، عالم الأصالة والتراث. بن غريب مع المركز الثاني يقدم الشايبة. حمد بن غريب بن رايد بن مصبح الاكتبي مع المركز الثاني. أما المركز الثالث بدأ تصل مزنة والمملوكة لمحمد الشافي بن سالم بن شافي مع المركز الثالث. أما المركز الرابع الخيارين متواجد على ظهر جميلة، غانم بن منصور بن غانم بن سيف الخيارين مع المركز الرابع، ولكن يتدخل شعار جديد من الجانب الآخر ليتواجد مع المراكز الأولى. الله ميزة قادمة والمملوكة لمطر بن حمد المبارك المهيري مع المركز الخامس وينطلق مع المركز الرابع. أما المركز الخامس جميلة، غانم بن منصور بن غانم بن سيف الخيارين مع المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء، حضورنا الجميل لمجريات هذا التحدي وهذا المسار. ولا زال العامري هو المسيطر، هو المتواجد مع المركز الأول. أعود مع الصدارة، أعود مع بالكيلة العامري. العامري بشارة يا بشارة. عوض بن أحمد بن محمد الكيلة العامري لا زال مع المركز الأول، مزنة مع المركز الثاني. محمد الشافي بن سالم بن شافي مع المركز الثاني، عينه على الناموس، عينه على الانتصار. الصراع بده يشتد هذه اللحظات بين هذه الأسماء وهذه الشعارات.
المركز الثالث قدوم في هذه اللحظات الشايبة حمد الغريب بالرايدر مصبح الاكتبي مع المركز الثالث 1500 ما تبقى مشاهدينا متابعين الأعزاء عن نهاية هذا التحدي وهذا المسار الجميل. ميزة مع المركز الرابع مطر بن حمد بن مبارك المهيري مع المركز الرابع الخيارين مع المركز الخامس يقدم جميلة غانم بن منصور بن غانم بن سيف الخيارين مع المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الأعزاء أعود مع المقدمة أعود مع المركز الأول. الله 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 المركز الأول لا زال العامري بدراس حتى هذه اللحظات هو راس على عربة هذا الانطلاق الجميل والمثير الكيل الأخير الكيل الخطير جولة الأوامر وجولة التحركات والتكتيكات والسرعة الفائقة حرك اللي بتحرك وروح اللي بتروح. الله 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 لا زال العامري مع العامري بالكيلة بالكيل العامري مع بشارة يا بشارة بشروني عنك ما يدور عني ما درب اللي شغل فكري وظني العامري بشارة مع المركز الأول بشارة مع القيادة عوض بن أحمد بن محمد الكيلة العامري مع المركز الأول مزل مع المركز الثاني ويقدم حمد الشافي بن سالم الشافي مع المركز الثاني ولكن العامري 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 الله الله عماري العامري لا زال مع الصدارة لا زال مع الابداع صامد حتى هذه اللحظات لا يقبل بالهزيمة بدت راس حتى هذه اللحظات على رأس حربتي هذا الانطلاق الجميل الله العامري الله العامري من هذه اللحظات السلامات تتجه إلى حالي إلى هالي العين سلام العين سلام زور سلام للطوية وسلام لمالك لمالك بشارة عوض بن أحمد بن محمد الكيلة العامري على الفوز المركز الأول واختناصنا موسى هذا المسار بجدارة وتميز وإبداع جميل يستاهل مركز الشعار لحظة الوصول إلى خط النهاية معرض وجه الناموس والانتصار. المركز الثاني كان وصول ميزة مطر بن حمد المبارك المهيري أما المركز الثالث كان وصول مشاهدينا متابعي أعزاء مزنة محمد سالم بن شاف بن محمد الشافي بن سالم بن شاف المركز الرابع كان وصول إبداع سلطان بن مطر بن خالد تبي أما المركز الخامس كان وصول احتفال عبد الله بن محمد بن سعد التميمي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الأعزاء للمراكز الأولى. استطاع العامري أن يذهب بالسلامات إلى دولة الإمارات وإلى أهالي مدينة العين دار الزين مع بشارة بدت راس أنا تحدي راس التوقيت الزمني 13 دقيقة 57 ثانية وفاء وكمان وتماما توقيت بشارة والمملوك لعوض بن أحمد بن محمد الكيل العامري يستلم مركز الشعار. المركز الثاني كان وصول مشاهدينا متابعين الأعزاء شعار المهيري توقيته 13 دقيقة ثانية واحدة جزء واحد من الثانية ثاني وناموسي مالك ميزة مطر بن حمد المبارك المهيري. أما المركز الثالث كان وصول مشاهدينا متابعي الأعزاء والتوقيت الزمني 13 دقيقة ثانية واحدة 9 أجزاء من الثانية توقيت صاحبة المركز الثالث المركز الثالث مزنة والمملوك لمحمد بن شاب بن سالم.